قال السفير المصري في إثيوبيا أسامة عبد الخالق إن جدول أعمال القمة الإفريقية يتضمن ملفات عدة يأتي على رأسها قضية اللاجئين والهجرة غير النظامية، مشيرا في تصريحات لإكسترا نيوز إلى أن وزير الخارجية سامح شكري عقد لقاءات عدة مع نظرائه الأفارقة. سادة وزراء الخارجية المجلس التنفيذي الاتحاد الأفريقي على وشك بدء أعماله، السيد وزير الخارجية بدأ اللجان الوزارية التحضيرية بالأمس، هناك مطروح على جدول أعمال القمة موضوعات عديدة، منها موضوعات الإصلاح المالي، موضوع الأساسي للعام، موضوع اللاجئين والنازحين، موضوعات جدول الأنظمة الجديدة. بدأت اللقاءات الثنائية للسيد الوزير والتحضير لتولي السيد الرئيس مهام رئاسة الاتحاد الأفريقي في 10 فبراير الجاري لحد الجاي إن شاء الله. الوزراء بيتعاملوا حضرتك مع كل الموضوعات ذات السهولة بتحديات السلم والأمن في القارة الإفريقية، نعم. يتصدرها موضوعات الإرهاب والخطة الطموحة لإسكات البنادق في الدول الإفريقية لحلول 2020، في ذات الوقت بيتعاملوا مع أجندة إفريقيا التنموية التي بتسميها إفريقيا 2063 للتنمية المستدامة. مصر جهزت أولويات محددة للتركيز عليها خلال رئاستها للقمة، منها موضوع دفع التكامل الإقليمي وأجندة التكامل الإقليمي من خلال التركيز على الاستثمار في البنية التحتية.